تواصلنا مستمر متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء جميعا طلاقاتنا موفقه بعون من الله وتوفيق ومتابعه اللجنه المنظمه. ايضا تابعنا الشوط الماضي شوط متعب بشعار سعيد بن محمد بن سعيد بن حمرور العامري 4:30 وايضا نذكركم بالتوقيت الافضل مع مغادر راشد بن سالم من خربوش الخذيري 4:25 نسير إلى شوطنا 12 بمجموعة الأشواط يحمل فئة الجعدان والبداية المدير على مقدمة الشوط المدير بشعار فهد بن محمد بن كردوس العامري بينما ننتقل مع المركز الثاني يتقدم شعار أيضا سعيد بن محمد الكليل العامري مع شاهين بينما ننتقل إلى المركز الثالث الذيب حمد بن ذياب بن خلفان الشرياني بينما ننتقل إلى المركز الرابع رابع التحديات أتابع الوصول بهذه اللحظات من القادم بهذه اللحظات الشبابي فالح بن ياسر بن فالح الشامسي بينما المركز الخامس من الجانب الآخر بن سويلم شعار بن سويلم القادم بهذه اللحظات بنشوف الرقم هنا الحاضر مع هذا الشعار اسم هنا الاسم الحاضر الاسم القادم بهذه اللحظات شعار خليفة بن محمد بن سويلم الدرعي هنا بنحاول الاسم معه خطير بينما المركز السادس وصل شاهين بطيب الصقح بن ولود الشامسي المركز السابع وصل هنالك الصاروخ خميس بن عبيد بن سالم الراشدي القادم نكتفي بهذا القدر بنشوف مبشر حمدان بن فاضل بن سعيد الاكتبي قادم مع مبشر في المركز الثامن وهنالك بن سويلم ولكن نعود الى الصداره نعود الى المركز الاول المقدمه الاولى البدايه ما شاء الله مع مقدمه هذا الشوط بالكليلي هنا وايضا شاهين اللي غير ما شاء الله الى البدايه شاهين بطيب صقح بن ولود الشامسي الكيل الاخير الكيل المثير كيلو التحديات كيلو الرقص بقياده شاهين المركز الثاني هنالك شعار الكليلي يقدم شاهين سعيد بن محمد الكليلي العامري المركز الثالث اتابع هنا الذيب حمد بن ذياب خلفان الشرياني والمركز الرابع وصل مع المركز الرابع ايضا صاروخ خميس بن عبيد بن سالم الراشدي المركز الخامس هذا هو الشبابي فالح بن ياسر بن فالح الشامسي وهنالك شعار فهد بن محمد بن كردوس العامري قادم بهذه اللحظات ولكن نعود الى الصدارة نعود الى المقدمة ما شاء الله الى مقدمة الشوط والبداية مع شاهين بطيب صقح بن ولود الشامسي من يقدم شاهين مع هذا الانطلاق شوف اللي وصل الشبابي فالح بن ياسر الشامسي اللحظات الأخيرة الأمتار النهائية الشبابي غير مع مقدمة الشوط الله 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 يا سلام على هذه النهاية على هذا العرض الشبابي فالح بن ياسر بن فالح الشامسي سلام الشامسي اشكرك يا ابو ايضا يا ابو ياسر يا بن فالح يا الشامسي على هذه العروض المركز الثاني شاهين بطيب صقح بن ولود الشامسي المركز الثالث وصلنا شعار الشرياني ايضا الذيب حمد بن ذياب خلفان الشرياني مع المركز الثالث المركز الرابع
ايضا رابع الاسماء نشوان سيف بن سالم النايل الشامسي، المركز الخامس خامس الاسماء الصاروخ خميس بن عبيد بن سالم الراشدي. هكذا التوقيت الزمني، توقيت هذا الشوط 4 دقائق و26 ثانية و80 جزء من الثانية.